اهلا بيكم. النهارده جايب لكم جهاز هنعمل له مراجعه وتجربه. اي حد محتاج يحترف الالكترونيات لازم يكون عنده في الورشه او في المعمل بتاعه الجهاز ده. الجهاز ده من شركه فينيرسي، جهاز LCR-P1، جهاز فحص وقياس جميع العناصر الالكترونيه تقريبا. فالجهاز ده بيوفر لك وقت وكمان بيوفر لك دقه ومعلومات عن القطع، اذا كانت قطع جديده او قطع باكواد نادره ملهاش داتا شيت او قطع قديمه محتاج تختبرها هل هي شغاله ولا محتاجه تغيير. فانا شايف ان الجهاز ده مهم جدا. طبعا في منه موديلات كتير، ولكن احنا جايبين النهارده من شركه فينيرسي، شركه رائده في اجهزه القياس، لها تاريخ كبير في عالم الالكترونيات. نختبر ونقيم الجهاز ده ونشوف مميزاته وعيوبه، ولكن بعد الفاصل تابعونا. الجهاز يتميز انه حجمه صغير واضح من العلبة بتاعته، كود المنتج الاصلي. تعالوا مع بعض نفتح ونشوف مكونات العلبة. ده الجهاز بتاعنا، في ملحقاته هنا او الاكسسوارز. ده الجهاز مبدئيا الماتيريال بتاعته جيدة، بيعمل بيه بطارية 300 ملي امبير وشاحن 5 فولت 1 امبير. طبعا مش موجود معايا الشاحن. وده شكل المنتج، منفذ تايب سي وليد بيان الشحن واكتمال الشحن ومكان تعليق، مكان الكونفرتر، سويتش تحويل من قراية الانفراريد لقياس القطع الالكترونية، وزرار الباور وتيست، وزرار قياس الزينر دايود. وهنعرف ليه الزينر دايود بالتحديد له زرار خاص بيه. وهنا منفذ انفراريد سنسور وماركة الجهاز LCR-P1 من شركة فينيرسي. تعالوا نشوف مع بعض الملحقات. كونفرتر القطع SMD، وتلاتة هوك كيبل، وكابل USB-C، شوف اللغة الإنجليزية، شرح لمكونات الجهاز زي ما شرحناها. ودي أنواع القياسات، شاشة 1.44، القياسات ترانزستور من بيتا 10 حتى 600، وقياس الدروب فولتج للدايود والفولتج ريجوليتور دايود او الزينر دايود، الترانزستور والثيرستور او الترياك، كاباستور من 25 بيكو فاراد حتى 100 ملي فاراد او 100,000 مايكرو فاراد. بالنسبة للمقاومات من 1 من 100 اوم حتى 50 ميجا اوم. الاندكتور او الملفات من 10 مايكرو هنري ل 1000 مايكرو هنري. الباتري من 1/10 فولت ل 4.5 فولت، وبيعرفك البولاريتي او القطبية بتاعت البطارية. الانفراريد ريموت، وده شرح للشاشات. كل الحاجات دي هنشوفها مع بعض، مش عايزين نطول على حضراتكم ونبدأ في اختبار الجهاز. الجهاز واجهته بسيطة جدا، هنشغل كده الجهاز اشتغل. عندنا 4 بارتيشن في الجهة السفلية، بارتيشن 3 فتحات للزينر دايود الانود والكاثود، ونفس المنافذ موضحة عندك هنا. الزينر دايود بنشغله من الزرار هنا، طبعا ده اوتو تيرن اوف لحفظ الطاقة، ونقدر نضغط على الزينر دايود. الزينر دايود هنا بيضيء بالاحمر، جاهز لقياس الزينر دايود. ليه في زرار للزينر دايود بالتحديد؟ لان الزينر دايود جهوده بتكون عاليه وممكن يصل ل 36 فولت، فالزرار ده بيشغل بوست كونفرت، بيحول جهد البطاريه ال 3.7 فولت لتقريبا ال 40 فولت. وتعالوا نقيس مع بعض جهد منفذ القياس عند تشغيل الزينر دايود. قايس معانا 47 فولت. ده الفرق بين وضع الزينر دايود
والوضع العادي. طيب تعالوا مع بعض نشوف بعض القطع الإلكترونية. هنبدأ بأهم حاجة وهي الملفات. الملتيميتر اللي بيقيس الملفات بيكون ملتيميتر غالي جدا. نضع فيه المنفذ رقم 1 و3. تعالوا نعمل تيست. الملف ده أنا لفه بنفسي 1 ملي هنري أو 1000 مايكرو هنري. نشوف مع بعض 1 ملي هنري أو 1000 مايكرو هنري. إذن القيمة مظبوطة 100%، ودي مقاومة الملف بالأوم. ده ملف 100 مايكرو هنري. تعالوا نقيس. مايكرو هنري و1/10، والمقاومة 3 أوم. نشوف القطعة اللي بعد كده، الليد. معروف ان الليد الازرق بيكون جهده عالي فوق 2.5 فولت. هنجرب مع بعض ونلاحظ اضاءة الليد، وبيحدد ان الطرف الاول هو الانود والطرف الثالث او اللي في الرقم 3 هو الكاسود. جهد الليد 2.66. نشوف الليد الاحمر، جهده بيكون اقل، يعتبر من اقل جهود الليدات، 1.75 فولت. تعالوا نقيس بالجهاز بتاعنا. واحد 76% فولت، يعني تقريبا برضو نفس القيمة. طيب تعالوا نقيس الزينر دايود. على وضع الزينر دايود، دايما الكاسود بيكون في الطرف رقم 1 بالشكل ده. نعمل تيست. 9.9 فولت. نقيس بالجهاز بتاعنا. تسعة واتنين من عشرة فولت، يعني تقريبا قيمة قريبة جدا، ولكن الاختلاف بيكون في تيار التست نفسه. هنلغي قياس الزينر دايود ونكمل القطعة الإلكترونية اللي معانا. دي مقاومة 100 أوم. مقاومة 100 أوم حجمها كبير بالشكل ده، فممكن استخدم الطرف رقم 1 من البارتيشن الاول مع الطرف رقم 2 من البارتيشن التاني بالشكل ده، وهيقيس معانا عادي جدا. رقم 1 هنا ورقم 2 اللي هو الخانة الاخيرة. نعمل تيست. 101 أوم. اذا فهمنا ازاي نستخدم المنافذ. هنشوف مع بعض قيمة مقاومة عالية جدا. وصلنا مع رقم 1 ورقم 2 الاخير. نعمل تيست. قيمة المقاومة دي اصفر بنفسجي اخضر، يعني 4.7 ميجا اوم، قاري معانا 4.63 ميجا اوم، واحتمال الخطأ في المقاومات دي بيكون 5%، اذا قيمة تعتبر دقيقة. هنقيس قيمة مقاومة صغيرة جدا، وبرضو هنقيس على رقم 1 ورقم 2 على حسب توافق بالنات القطعة اللي معانا بالشكل ده. قيسنا قيمة كبيرة بالميجا اوم، وهنقيس بالملي اوم. اذا قراءة دقيقة. هنشوف باقي القطع. ده ترياك BTA16. قاري معانا سيرستور باث واي، طرف الجيت رقم 1 مظبوط، والتي 2 في المنتصف، والتي 1 رقم 3 مظبوط. نشوف القطعة اللي بعد كده. ترانزستور باور TIB41، ده ترانزستور NPN. طرف رقم 1 البيز مظبوط،
طرف رقم 2 الكوليكتور، طرف رقم 3 الإيميتر. طبعا هنا نسبة التكبير 151، تيار الإيميتر 1.4 ملي أمبير، جهد القاعدة 512 ملي فولت. بيانات مهمة جدا لتصميم الدوائر الإلكترونية. القطعة دي زي ما حضراتكم شايفين مش هتتناسب مع فتحات الكونفرتر، ففي الحالة دي هنستخدم الهوك كيبل. هنوصل البنات بترتيب معين، أحمر أخضر أسود. ونوصل بنفس الترتيب مع القطعة أو الترانزستور، طرف رقم 1 و2 و3، ونشغل الجهاز نعمل تيست. رقم 1 أحمر البيز، رقم 2 الكوليكتور، رقم 3 الإيميتر. نسبة التكبير 95، التيار تقريبا 9.1 ملي أمبير، والجهد القاعدة 539 ملي فولت. عرفنا إمتى بنستخدم الهوك في حالات عدم توافق بناية القطعة مع الكونفرتر. قطعة تانية، ده مصفت قديم كان ملحوم فمش هيتوافق مع الكونفرتر، فنوصل ونقيس الترانزستور بتاعنا. ده ان تشانل موسفت، طرف رقم 1 الاحمر الجيت، طرف رقم 2 درين، ورقم 3 السورس الاسود السورس. جهد البوابة 3.5 فولت تقريبا، الكاباستنس 3.3 نانو فراد، مقاومة الدرين سورس 1.7، ودي مهمة جدا في تصميم الدوائر الإلكترونية، كل ما بتقل بيكون أفضل، باور ديسيبيشن بيكون أقل للقطعة، وتحملها للأمبير بيكون أعلى. هنشوف مع بعض اختبار البطاريات طرفين بالشكل ده. وصلنا مع الطرف رقم 1 ورقم 3، نعمل تيست. المفروض هيجيب جهد وهيعرفنا موجب وسالب البطارية. جهد البطارية 3.7 تقريبا، الطرف رقم 1 هو الموجب فعلا، والطرف رقم 3 هو الاسود السالب. اذا عرفنا اقطاب البطارية وجهد البطارية 3.7، اذا هو بيقيس الجهد الفعلي او الجهد الحالي للبطارية. دلوقتي وصلنا مع بعض لاختبار انا بعتبره من اهم الاختبارات في الجهاز ده، وهي قياس المكثفات. القياس هنا ما بيكونش قياس للقيمة فقط، ولكن قياس جودة المكثف نفسه من حيث تيار التسريب والمقاومة الداخلية والقيمة. تعالوا مع بعض. معانا المكثف ده 4700 مايكرو فاراد 25 فولت. طبعا بنفرغ المكثف في اي معدن ونتأكد ان مفهوش شحنة، وتعالوا نجرب. البيانات اللي موجودة عندنا كاباستنس او مكثف الفيلوس 20%، وطبعا دي قيمة كبيرة جدا المفروض بتكون تحت 1%. المقياس التاني عندنا الاي اس ار او المقاومة الداخلية. المقاومة الداخلية ممتازة بالنسبة للمكثف ده 8% اوم، ودي قيمة كويسة جدا. قيمة المكثف 3.3 ملي فراد او 3300 مايكرو فراد، وهنا القيمة 4700 مايكرو فراد. اذا القيمة فعلا منخفضة بنسبة معينة، ولكن المشكلة في تيار التسريب او الفي لوس. اذا المكثف ده ممكن نقيسه بالمالتيميتر يقيس معانا قيمة اقل من الطبيعي. هنا الجهاز اعطلنا مؤشر كامل وكل المقاييس عن المكثف. تعالوا نشوف مكثف تاني من شكل المكثف ان هو سليم، ولكن هنفرغه ونجرب.
لاحظين حضراتكم الفي لوس 1.2% مقبولة، يعني في حدود 1% مقبولة. بالنسبة للمقاومة الداخلية 4 من 100 اوم، ودي برضو قيمة ممتازة جدا. وقيمة المكثف 2.1 ملي فراد، عندنا القيمة المسجلة 2.2، يعني القيمة مقاربة، ولكن حالة المكثف ده تقريبا 90%. وقياس المكثفات انا بعتبره من اهم القياسات في الجهاز ده مع قياس الملفات. دلوقتي تعالوا مع بعض نجرب خاصية قراءة اكواد الريموت كنترول انفراريد ديكودينج. معانا ريموت كنترول هنوجه على الفتحات سنسور الانفراريد بالشكل ده. قرأ معانا اكواد الريموت كنترول، ودي طبعا مهمة جدا للناس اللي بتبرمج ريموت الشاشات والريسيفرات والتلفزيونات اللي مش متوفر ليها ريموت كنترول. اخر حاجة هنشوفها وهي قياس القطع الاس ام دي. معانا دايود وترانزستور. طبعا الكونفرتر ده لا يصلح للمكونات الاس ام دي، فهنضع كونفرت وهنشغل جهاز ونضع مكان الترانزستور 3 اطراف، نتأكد ان كل الاطراف لمسة قاعدة القياس. هنقيس، شايفين حضراتكم ما قراش معانا ترانزستور ولكن ارى مقاومة في الاتجاهين، والسبب ده تعالوا نقيس كده على وضع الدايود. القاعدة او بيز الترانزستور، الكوليكتور والإيميتر، أعطى قراءة في حدود 0.6 قراءة مظبوطة، ولكن لو عكسنا الاتجاه المفروض قاعدة الترانزستور لما تكون موصلة مع البروب السالب للمالتيميتر لا تعطي قراءة مع الكوليكتور والإيميتر. مع الكوليكتور أعطت قراءة ومع الإيميتر أعطت قراءة، إذن في تسريب تيار عكسي في الترانزستور، وبالتالي الترانزستور تالف وأعطى قراءة مقاومات. وبكده الجهاز عرفنا بدقة ان الترانزستور ده تالف. تعالوا نشوف مع بعض الدايود. الدايود هنوصله مع اي طرف من اطراف قياس الترانزستورات. اعطى قراءة الدايود فورورد فولتج 644 ملي، وممكن نقيس الزينر دايود الاس ام دي من الاماكن دي، وقياس المكثفات الاس ام دي والملفات برضه من خلال الاطراف الموضحه هنا. تعالوا مع بعض نجرب الشحن ونشوف ليدات الشحن واكتمال الشحن. زي ما قلنا كابل تايب سي، اي شاحن هاتف 1 امبير، وهنوصل بالباور كده الجهاز بيشحن، واضاءة الليد هتتحول للاخضر عند اكتمال الشحن. مفيش طبعا اي بيانات للشحن على الشاشة، ولكن ليد الشحن فقط هو اللي يوضح لك اكتمال الشحن. انصح بالجهاز ده لكل الناس اللي عايزة تحترف الالكترونيات، لازم يكون موجود في ورشتك او معملك جهاز LCR ميتر، وانصح من شركة فينيرسي كل منتجاتها متميزة جدا. اتمنى اشوف رأيكم في التعليقات، رابط الشراء اسيبه لكم في الوصف وفي تعليق مثبت، واتمنى كل الاستفادة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.